نعم بداية شهر اثنين إن شاء الله في فيتنام وراح نشوف أنت الاستعدادات أتوقع من يوم غد بشوف الاستعدادات لكل فريق بالنسبة للفرق المتنافسة بالنسبة لي أيضا اه نشاهد الاحتفالات وأيضا نشاهد جزء من اه العرض الخاص بالاستعراض الخاص بالفائزين وأيضا ما قبل التتويج نشاهد الفرحة الكبيرة الموجودة بالنسبة للفائز